أنا اليوم بالإمارات العربية المتحدة بدبي حتى أعرفكم وحدة من أجدد طرازات نيسان إكستريل إكستريمر، نفخة خاصة من الإكستريل يلي هو يعد الأفضل مبيعاً عند نيسان. DNA المعروف من طرازات نيسان الـ V-Motion Shape بالجهة الأمامية. من الجوانب يلي رح يلفت لكم نظركم هن الجنوطة الخاصين بهالإكستريمر مع اللون الأسود وإنعكاس رائع جداً للون السيارة ولون الجنوطة. وبالجهة الخلفية رح ننتبه إنه الشكل العام كتير حلو، والأبرز هو هالسبويلر الموجود هون إضافة للمساحة بالجزء الخلفي للسيارة. يعني مع هالمساحة الكبيرة اللي بتشوفوها بالجزء الخلفي فيكم تشوفوا انه صار في عنا صف ثالث من المقاعد. هالصف الثالث بيخلي الاكستريمر من إكستريل وحدة من السيارات القليلة بهالقطاع من السيارات يلي عندها ثلاث صفوف من المقاعد وبتتسع لسبع ركاب. كيف ما بتطلعوا من الداخل بتشوفوا النوعية والكواليتي اللي استخدمتها نيسان حتى تكون هالسيارة على مستوى المنافسة. الشاشة نوعا ما أنا بالنسبة لي شفتها كتير صغيرة، كلنا صرنا معودين على الشاشات بالطرازات الثانية ياسا 12 بوصة، هون عنا شاشة نسبيا كتير صغيرة ولكن عم تعطينا صور الكاميرا أو الكاميرايات الموزعين داير مدار السيارة بدقة عالية جدا. في عنا نظام التحكم الذكي بثبات السرعة يلي بيحافظ على مسافة آمنة ما بين الإكستريمر والسيارة يلي بتكون قدامها. أيضا من التقنيات الذكية الموجودة على متن هالسيارة نظام التحكم الذكي بالثبات، يعني عند المنعطفات من خلال تدخل عملية الكبح على كل عجلة من العجلات حتى السايق يكون عم بحس إنه السيارة عم بتساعده بالكنترول وعم بتساعده بالتحكم. عندنا محرك 2.5 لتر، المحرك المعروف جدا من نيسان بيعطينا قوة حوالي 170 حصان إضافة ل 230 نيوتن متر من عزم الدوران. في إلكن إنه سيارة اقتصادية وعملانية جدا باستهلاك الوقود. زودت بنظام دفع رباعي ذكي جدا أسرع بحوالي 30 مرة من رمشة العين. ايضا على يمينكم وتحت الكير بوكس مباشره في عندي هالزر الدوار يلي بيسمح لي انه اتحكم بنظام الدفع ان كان 2 ويل درايف او حتى 4 ويل درايف او حتى القياده الاوتوماتيكيه، مع اللوك يلي بيسمح لنا انه ننقل العزم بطريقه انه السياره تتكيف مع انواع المسار شو ما كان. على متن الإكستريمر الشعور كان كتير حلو، نيسان بتمتاز بالمقاعد زيرو جرافيتي حتى عملية القيادة تكون كتير مريحة. 119,900 درهم، طبعا إذا زدتوا أنتوا زوايد هالسعر بيرتفع أكتر، وأنا برأيي سعر منافس ومنطقي جدا. باي باي.